وفعلا عشان فعلا ينتصر على الهلال لازم يلعب هجومي. الهلال حيجي يلعب ب 4 3 3، المريخ المفروض يلعب يعني شفت بحكايه يخلي له اثنين مهاجمين في الصندوق واثنين اطراف، يعني يلعب ب 4 مهاجمين، لازم يلعب ب 4 مهاجمين، يعني يلعب 3 3 4، يلعب خد 3 3 ولعب ارتكاز قدام وسط دفاع واحد صلاح نمر، في وجود 4 مهاجمين داخل الصندوق، الجزيري نوح وصديق كوه، رغم انهم الاثنين الى الان ما صايمين على التهديف وما قاعدين يقدموا الاضافه في تشكيله المريخ، لكن برضه لازم يدفع بهم في مباراه كبيره زي دي عشان يثبتوا مديهم ثقه في نفسهم. طيب موت القدرة كيف؟ ايوه انت لازم كمريخ عشان تستمر في الدور لازم تلعب مهاجم ولازم تنتصر. طيب موت موتى فارق 8 نقاط، مريح جدا بالنسبة له، كان طلعت تعادلية بالنسبة له، موتى مكسب كبير جدا جدا بالنسبة له، يعني خاشين بحكاية ضرورة نكسب غالبين نكسب. نعم إذا انتصر بكون حسم الدوري ب 90%، إذا اتعادل حسم الدوري لسه بدري شوية، حسم لا الدوري 90% أنا بقول لك نعم نسبة 90% بكون نسبة حسم مرتفعة الدوري، دي. طيب لأنه حيكون الفارق بقى كم؟ 11 نقطة، 11 نقطة نعم حيرتفع الفارق بينه وبين المطارد له 11 نقطة، نعم فالمطارد له حيكون لاعب على نتائج الغير، لانه الفرقه الثانيه هي اللي تهزم له الهلال تحسب عشان الهلال تعطله. الهلال عشان يحافظ على الدوري او يحافظ على الفارق النقطي لازم يجي يخش بحرص وبحذر ويلعب مدافع قبل ما يكون مهاجم، ونفس التكتيك بتاعه 4 3 3، ويحاول يعني يأمن منطقه الوسط والدفاع بحيث انه ما يدخل مرمى هدف، بالذات في وجود في غياب عناصر مصابه مؤثره وحارس مرمى، يعني انا بالنسبه لي يعتبر اقل غامه من حراس الهلال اللي طيب هو جميل بوجه.